كان هناك طفل اسمه بوجمع يدرس في المرحلة الابتدائية. كان مشاغبا وغبيا ذو مزاج ثقيل لا يحتمل، وكانت معلمته تكرهه كرها شديدا، حيث أنها قالت له في إحدى الأيام: موتك أحسن من حياتك، وطلبت منه أن يحضر أمه. فجاءت أم بوجمع وقالت لها المعلمة: إن ابنك ميؤوس منه، لا يمكن أن يتعلم ولو ظل يدرس كل حياته. لكن الأم لم تسمع لكلام المعلمة وأخذت ابنها وسافرت إلى مدينة أخرى. بعد 20 سنة مرضت المعلمة وأخذوها للمدينة لتجري جراحة على مستوى القلب. تمت العملية بنجاح وأخرجوها من غرفة العمليات. فلما فتحت المعلمة عينيها رأت طبيبا وسيما ينظر إليها بابتسامة، فدمعت عيناها وأرادت أن تقوله شيئا، لكن الكلمات لا تريد أن تخرج، وظلت تحاول الكلام والطبيب ينظر إليها بذهول ويحاول أن يفهم ما تريد قوله، والمعلمة تحاول وتحاول. تحول لون وجهها إلى اللون الأزرق ورفعت يداها وفارقت الحياة. فالتف الطبيب وإذا به يرى بوجمع عامل النظافة، فصل فريز ديال جهاز الإنعاش والتنفس باش يشارجي البورتابل ديالو. حمار، هل انتم شنو تسحب ليكم بوجمع رجع طبيب؟ طز